احنا لسه ما بدينا الاختبار، حاب تقول شيء؟ لا 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 بس تكفين الخلافات القديمة حقت الاستراحة الهوشات وهذه، لا تدخلينها بنتيجة المعهد. أكيد طبعاً، الشغل شيء والعلاقة الشخصية شيء ثاني. كافو والله يا مدير، جيبت لي شاهي. أفا عليك، لازم ندلعك. أسفة أسفة، جاك شيء؟ لا لا عادي عادي، ما في شيء. أنت متأكد؟ أنت كويس؟ هي بنت حلال دائماً أصلاً ينكب علي بالبيت لبن وشاهي، ما قلت شيء أنا. برافو عامر، هذا كان اختبارك وانت نجحت فيه، الف مبروك عليك الرخصة. انا؟ ايه اجل انا؟ غريبة، مع اني دايما ما انجح الا من الدور الثاني. لا داعي لا داعي لا داعي. حيوا عامر، حيوا عامر، حيوا عامر. ايوه حيوا عامر، حيوا عامر، حيوا عامر. ايوه مبروك مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا الغالية. الله يوفقك وليدي ونلقى لك بنت الحلال اللي تستاهلك وتستاهلها. وش اللي نلقى لها بنت الحلال؟ بنات الحلال هم اللي يدورونها الحين. يا حظ يلي ثني أكبر زي واخذ الرخصة وأعرس. شوف يا عامر، أم علي وام خالد وام حسين وام محمد وخواتهم وجيرانهم كلهم يقولون نبي نزوج بنتنا لعامر. أجل أعطيني ملفاتهم، أنا بدرس أوضاعهم وأشوف إيش اللي يناسبني، وقولي لهم برد لهم بعد أسبوع إن شاء الله أو بعد شهر، أوكي؟ والله يكتب لهم اللي فيه خير. طب عامر بسألك، ما شفت محمد معك في المعهد؟ معليش أختي، من معي؟ عامر بلا استهبال، ما شفته؟ إلا شفته، محمد كل ما دخل اختبار سقط ورجع من جديد. يعني الحين رخصة المعهد الذهبي محمد ما خذاها، خذتها انت؟ امحك رخصه والله. سلام يا عيال. هلا. ها وراكم تكلموني كذا؟ مستانس انت رخصك؟ اكيد مستانس، شوف العروض اللي جاتني مالت ضغطات، بيضه سمره طويله قصيره جامعيه سيده اعمال عاطله موظفه كيرلي ستريت، الله لا يحير مسلم. حتى من كيرلي خطبوك فقي، يعني كيرلي شاعر زي كذا فلافل. الحين بسالك يا عامر، حنا يا العيال مشروطين من البنات رخصة وغثة وقروشة، البنات من يشرط عليهم رخصة؟ اي والله صح، هذه شلون راحت علي؟ تكفى يا عامر، لا تتزوج واحدة منهم الا شرط عليها رخصة. يا عامر اشرط عليهم مثل ما شرطوا علينا. وانت اطلع من الموضوع، احنا بنسوي الاختبارات ونسوي كل شيء، ومالك الا عروس مفصل عليك تفصيل. تم اجل هو ملفات سم